اقرأ معي القرآن شنف به الآذان رتله باطمئنان يا أيها الشادي. بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم المعلمة إيمان الهاجري، معلمة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. رحلتي في حفظ القرآن الكريم بدت في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، ابتدينا من عمر 18 سنة، جزاهم الله عنا خير الجزاء، في لجنة منازل القرآن الكريم زائد المناهج الحفظ. يعني ابتدينا حفظ القرآن الكريم من سورة البقرة إلى أن تخرجنا، أتمينا حفظ 10 أجزاء مع الأخوات بارك الله فيهم، بالإضافة إلى المناهج في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. ثم بعد ذلك في مركز الأترجة أكملنا مشوار حفظ القرآن الكريم. تمينا حفظ القرآن الكريم على يد مجموعة من محفظات القرآن الكريم بارك الله فيهم، الأخوات في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية اللي تابعوا معانا الحفظ، وبعد ذلك المحفظات في مركز الأترجة بارك الله فيهم. مراجعة لحفظ القرآن الكريم ما في وقت محدد، سواء كان من الفجر إلى الظهر أو من بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب، أي وقت متاح يتم مراجعة فيه القرآن الكريم يكون مناسب. أي وقت فراغ استغل وقت الفراغ في مراجعة القرآن الكريم، فما يكون في وقت محدد للمراجعة، لا، أي وقت متاح للحافظ يجد فيه أنه متفرغ يراجع القرآن الكريم. توفيق بين الحفظ القرآن وتربية الأولاد، القرآن كله بركة وخير سبحان الله. اللي تخطو هذه الخطوة وتكمل المشوار في حفظ القرآن الكريم يبارك الله عز وجل لها في تربية أولادها، يبارك لها في وقتها، يبارك لها في حتى علاقتها مع أقاربها. فالقرآن كله خير وبركة والتوفيق من الله عز وجل. دفعني لحفظ القرآن الكريم فضل تلاوة القرآن الكريم وفضل حفظه، الأحاديث الكثيرة التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هذا القراءة، فضل القراءة. فكيف لو كان فضل الحفظ؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. قال العلماء: أي آخر آية تحفظها. فحفظ القرآن الكريم يرفع الإنسان في الجنة منازل ودرجات إن صحت نيته وصدق وخلص مع الله عز وجل. وقال عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والسفرة الكرام البررة هم الملائكة. فلحافظ القرآن معية خاصة يوم القيامة، فهو مع الملائكة بحول الله ورحمته، وهذا فضل عظيم يؤتاه حافظ القرآن والماهر بالقرآن. والماهر هو الذي يقرأ القرآن من أي موضع لا يشق عليه ذلك. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما، وفي رواية تظلان صاحبهما. فكل هذه الفضائل لما نقرأها في فضل القرآن الكريم تحث الإنسان، تحث المسلم على حفظه ودراسته وتصحيح تلاوته والعناية بقراءة حتى حروفه وألفاظه وتفسيره ومعانيه حتى يسهل عليه العمل فيه. والقرآن الكريم هو العاصم، هو المثبت في زمن الفتن، المثبت في كل أمر، المثبت عندما تكون الإنسان عنده شبهات أو حوله الشبهات وحوله الفتن. الذي يعصمه بإذن الله هو القرآن الكريم، فهمه وحفظه وتلاوته ودراسة معانيه. تسمو به فخرا وبه تنال الأجرا، تعلو به قدرا فاقرأ بترداد. تأثرت أول ما دخلنا في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جزاه الله عنا خير الجزاء الشيخ جزاع الصويلح، أرشدنا ووجهنا لسماع كبار القراء مثل الحصري وعبد الباسط عبد الصمد والمنشاوي ومحمود علي البنا، القراءات المرتلة. فتوجهنا، تأثرنا بقراءته وتلاوته، ثم وجهنا جزاه الله عنا خير الجزاء لسماع كبار القراء، فتطورنا من ناحية الحفظ والتلاوة والآداء، جزاه الله عنا خير الجزاء. القرآن كله آيات مؤثرة وكله موعظة عظيمة، وإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ومن الآيات اللي تحضرني الآن قول الله عز وجل في سورة الأنفال:
ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. معنى قول الله تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة، فالله عز وجل لما ينعم على الإنسان نعمة، هذه النعمة فليطمئن العبد المؤمن أن الله عز وجل لن يأخذها منه، لأن الله عز وجل قال ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إلا إذا لم يشكروا هذه النعمة أو كفروا هذه النعمة، هنا قد يغير الله عز وجل ويبدل هذه النعمة. إذن النعمة لابد لها من الشكر ولابد منها العناية والحرص واليقين بأنها من عند الله عز وجل. إذا تيقن العبد أنها من عند الله وشكر الله عليها وأحسن رعاية هذه النعمة، فليتيقن العبد وليطمئن أن الله عز وجل لن يزيل منه هذه النعمة. فهذه الآية تحث على حسن الظن بالله عز وجل. كثير من اللي استمع لقراءتهم، أولهم الشيخ محمود الحصري رحمه الله وعبد الباسط عبد الصمد والمنشاوي القراءات المرتلة، ومن المشايخ المعاصرين الشيخ جزاء الصويلح حفظه الله، والشيخ أحمد خليل شاهين، والشيخ عبد الهادي كناكري حفظهم الله. القرآن كله خير وبركة منذ أن بدأت هذا المشوار، والبركة في الوقت وفي الأولاد وفي الأهل، ولله الحمد والفضل والمنة. فهذا شيء يعني يحسه يستشعره كل حفظة القرآن الكريم، يجدون أن كل من يسعى أو يمشي ويجاهد نفسه في هذا الطريق في حفظ القرآن الكريم يلتمس هذه البركة. دور دولة الكويت في تعزيز حفظ القرآن الكريم، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية جزاهم الله عنا خير الجزاء، هيئت مراكز دور القرآن الكريم صباحية ومسائية، دور القرآن الكريم وكذلك مراكز الأترجة. هذه المراكز كالأترجة ودور القرآن الكريم والقارئ الصغير والسراج المنير وكثير من المراكز في الدولة الصباحية والمسائية لجميع الفئات والأعمار، سواء كان ذكور أو إناث، سواء الإناث في مختلف الأعمار، سواء كان فتيات أو نساء كبيرات في السن أو نساء، يعني كل الأعمار لها مراكز ولها أماكن للتحفيظ ومناسبة لكل الطلبة. يعني إذا كان العصر في فترات يعني تناسب الحافظ، يعني الوقت اللي يناسبك تدخلين فيه تحفظين، سواء كان الصباح أو في المساء. وهذا الشيء يعني لا تكاد تخلو منطقة في مناطق دولة الكويت من مراكز دور القرآن الكريم، فنجد هذا في الدولة جزاهم الله عنا خير الجزاء مهيئ وميسر ومهيئ لكل الفئات العمرية في الدولة. نصيحتي لكل من تحفظ القرآن الكريم، القرآن الكريم قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقالها. فالقرآن الكريم يتفلت، وهذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأمته، وصية النبي أنه قال تعاهدوا القرآن. فوصيتي لكل من تحفظ القرآن الكريم أن تتعاهد بالمراجعة، ويكون هذا سير حياتها ونظام حياتها، أن تراجع ما حفظت من القرآن الكريم وتعتني بما حفظت وتدرس ما حفظت بحيث أنها تفهم معاني الآيات حتى تعمل بها. قال عليه الصلاة والسلام يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. يعني من هم أهل القرآن؟ هم الذين يعملون به. فإذا كانت الحافظة لا تفهم معاني الآيات ولا تفهم الكلمات المفردات الصعبة في القرآن الكريم، فكيف لها أن تعمل؟ فكيف لها أن تأتمر بما أمر الله أو تنتهي بما نهى الله؟ لابد من فهم آيات الله عز وجل. فأوصيك بمراجعة القرآن وتدبر آيات الله وتفسير آيات الله وتدارسها، سواء كان في مركز القرآن أو سواء كان في حلقات الذكر، حتى يثبت هذا القرآن الله عز وجل يثبته في قلبك ويعينك على الثبات في هذا الزمن. من يهجر القرآن ستلفه الأحزان، فاقرأه كل أوان يا أيها الشاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم. تسمو به فخرا وبه تنال الأجرا تعلو به قدرا فقرا بترداد. بسم الله الرحمن الرحيم. إيمان الهاجري معلمة في مركز يوسف أحمد الغانم التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. مركز يوسف أحمد الغانم مركز يعتني بتدريس القرآن الكريم وعلومه في كثير من الدورات الغير يعني غير الدراسة. نظام الدراسة في 4 سنوات للنظام المطور تحفظ فيه الدارسة 8 أجزاء من القرآن الكريم. بعد ذلك تدخل في شعب الدعوة وتكمل حفظ جزئين فتتم ختم 10 أجزاء من القرآن الكريم من جزء 30 صعوداً إلى 10 أجزاء من القرآن الكريم. بعد ذلك يعتني المركز بالحافظات الخاتمات اللي تريد أن تكمل حفظ القرآن الكريم فيخصص لها معلمة تتابع معها الختمة. فلدينا نخبة من الحافظات المتميزات نكمل معهم مشوار ختم القرآن الكريم. غير الدورات الثقافية والدورات التربوية اللي يقيمها المركز داخل المركز سواء كان داخل المركز أو خارج المركز بالمشاركة مع وزارة التربية. بالتعاون مع وزارة التربية نقيم أيضا الدورات للعناية بالقرآن الكريم سواء كان دورات التجويد أو دورات تصحيح التلاوة في مدارس دولة الكويت سواء من رياض الأطفال تحفيظ القرآن الكريم إلى مرحلة الثانوية. فيه نقيم دورات سواء كانت هذه الدورات للمعلمات أو للدارسات لمن يحتاجها. فنقدم في هذا المركز المبارك هذا النشاط اللي يعتني بخدمة كتاب الله عز وجل ودورات سواء كان دورات تصحيح تلاوة أو حفظ القرآن الكريم. لما توقفنا في كانت الأزمة وصار التعليم عن بعد أونلاين استمرت هذه الدورات كلها عن بعد فكنا نتابع مع الحافظات أونلاين نتابع كذلك أيضا الدورات مع الجمهور خارج المركز وزادت بحمد الله وفضل الله عز وجل المشاركين في هذه الدورات اللي فيها جزاهم الله عنا خير الجزاء كثير من الشيخات وكثير من الحافظات اللي يتابعون الجمهور ممن يريد المشاركة في هذه الدورات. أيضا يقدم مركز يوسف أحمد الغانم للدارسة للجمهور النساء المشاركات في هذا المركز كثير من الدورات الثقافية
مثل الدورات الجليس الصالح ودورة اغتنم لاغتنام الفرص واغتنام أوقات الفراغ. كذلك أيضا يعتني بالفتيات الصغيرات بحيث يقيم لهن في فترة العطلة الصيفية دورات مخصصة ومسابقات لحفظ القرآن الكريم. فأقام هذا المركز كثير من المسابقات التي تعين على حفظ القرآن الكريم، وكان ما شاء الله يعني كثير من المشاركات وكثير من اللي قدموا وشاركوا في هذه المسابقات، فكان هذا المعين للنساء في حفظ القرآن، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. تسمو به فخرا وبه تنال الأجرا، تعلو به قدرا فقرا بترداتي. مركز يوسف أحمد الغانم دار القرآن الكريم وعلومه حاصل على جائزة التميز في التفوق الوظيفي على مدار 4 سنوات على التوالي. فندعو النساء والمشاركات أن يسجلون في مراكز ذو القرآن الكريم في الكويت، فإحنا يعني نجد كثير في كل لا تكاد تخلو منطقة من مناطق دولة الكويت من دور القرآن الكريم، سواء كانت هذه الدور صباحية أو مسائية. هذه الدور تعتني بحفظ القرآن الكريم حتى لو كان في النظام، يعني هناك نظامين، نظام مطور ونظام تمهيدي. التمهيدي للنساء الكبار والنساء التي لا يستطعن يعني الكتابة والقراءة، فيعتنون بتحفيظهن من جزء عما قصار السور إلى ما شاء الله لهن أن يتقن ويحفظن من كتاب الله عز وجل. أيضا نظام المطور لمن لديها القدرة والطاقة في الحفظ القرآن الكريم أكثر، بيكون لديها طاقة تدخل فتحفظ 8 أجزاء من القرآن الكريم ثم تكمل 10 أجزاء بإذن الله تعالى. بعد ذلك تستطيع أيضا أن تكمل في ختمة القرآن الكريم، فجزى الله دولة الكويت عنا خير الجزاء المتمثلة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حيث وفرت لنا كل السبل وكل الأسباب في حفظ القرآن الكريم، وأعانت كثير من النساء على حفظ كتاب الله عز وجل، ووفرت لهم كل سبل المهيئة لذلك، سواء كان من الوقت وتنظيم الوقت، تنظيم المكان، فكل هذا الشيء ييسر ويدفع الدارسة ويدفع المرأة إلى الإقبال على كتاب الله عز وجل، التوجه إلى تعلم كتاب الله عز وجل ودراسته وحفظه وتدبر معانيه، فكان هذا يعينها في هذا الزمن على أنها يعني على الثبات وقضاء وقت الفراغ فيما يفيد، فيما ينفع في الدنيا والآخرة بإذن الله تعالى. وفضل القرآن لا يخفى على أحد، قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله كان له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. من يهجر القرآن ستلفه الأحزان، فاقرأه كل أوان يا أيها الشاب. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يذكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يذكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة
كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقطبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. تسمو به فخرا وبه تنال أجرا، تعلو به قدرا فاقرأ بترداتي. السلام عليكم، أنا الدكتورة هديل عياد، مدرس بقسم علوم اضطرابات التواصل بكلية العلوم الحياتية بجامعة الكويت. طبعا أحب أتكلم معاكم عن موضوع الأصوات وعلم الأصوات بصورة أخرى واختلافاته وتطبيقاته وأهميته في سواء علوم القرآن، في علوم اللغة، في علم النفس. يعني أحيانا في ناس يكون عندهم بعض الاضطرابات العصبية الحسية، فطول ما هم قاعدين يصدرون أصوات، بعض الأطفال أو حتى الكبار اللي عندهم فرط نشاط وتشتت بالتفكير، يعني اللي هو الاتنشن ديفيسيت، اللي هو ضعف الانتباه وفرط النشاط، أو تشتت الانتباه وضعف النشاط، أو فرط النشاط عفوا، فرط نشاط وضعف الانتباه. هذولا إذا أيضا يعني تعبوا وبطل عندهم القدرة على الانتباه، يكونون قاعدين يطلعون أصوات، يعني يعبر عن ملله أو عن عجزه بإصدار بعض الأصوات. مو لازم تكون أصوات مفهومة، ولكن هو لأنه مو قادر يعني ينتبه، مدى الانتباه عنده حده 10 دقائق، 8 دقائق، ربع ساعة، وبعدين يزهق فيبدأ يشتت أفكار اللي حواليه بأقل نشاط ممكن، ألا وهو إصدار الصوت. قلنا في الحلقة السابقة أن الصوت له مكان وله آلية في النطق، وطبعا تكلمنا عن الأحرف، أحرف العلة اللي هي تكون لها عدة أماكن على اللسان، مثلا الآ، الأو، الإي، الوا، اليو، هذه أحرف خلفية ويصاحبها تدوير للشفتين، ولكن طبعا هذه أبسط ما يكون، هي الأحبال الصوتية لا يكون يعني فيها، هي تتحرك بهالطريقة سبحان الله وبسرعة سريعة، لا يمكن يعني احتسابها إلا من خلال الفلورونسكوبي، عبارة عن سرعة ضوء معينة يلا تعطينا أو ترصد لنا حركة الأحبال الصوتية، ولكن ما راح تعطينا إياها بالريل تايم. يعني أنا ما أقدر أطالع بالجهاز هذا بالمنظار وأرصد حركة الأحبال الصوتية كم دورة بالساعة أو بالثانية أو بالملي سكند، بالملي من الثانية كم تتحرك، راح تعطيني إياها على شاشة مو الريل تايم، راح يكون فرق ثانيتين ما بين رصد الصورة وما بين عرضها على المونيتر أو على الشاشة اللي تعطيني إياها. يعني سرعة ضوء معينة سبحان الله هي اللي يلا ترصد حركة الأحبال الصوتية هذه.
فقلنا الأحرف العلة الآ والإي لا يوجد انطباق أو تقارب للأحبال الصوتية، تكون منفرجة مع بعض الاهتزازات، ولكن هناك أحرف تكلمنا يمكن عنها أو راح نتكلم عنها، الفرق بين مثلا الد والت. قلنا الطفل في البداية يبدأ يكتشف حركة لسانه، وين لسانه ممكن ينطبق على أي جزء من اللهات، فنلاحظ أنه هو يقول ت ت ت ت مثلا، وقبلها يكون بادي يقول ما با، لأن هذه أسهل أصوات عليه، أنه فقط إطباق الشفتين باي ليبيل اللي هو الشفتان يترجم بالعربي، اللي هو فقط تقارب أو التصاق الشفتين، وبالتالي يولد عنه انحباس تيار الهواء اللي طالع من الرئتين، وبالتالي مر في التجويف الفمي يحبس إلى أن تفتح الشفتين ويتم يعني الانفجار، يسمونها بلوسيفز أحيانا، مثل حرف البا في اللغة الإنجليزية من الأصوات الانفجارية والانحباسية، بحيث أن الهواء يحبس خلف أعضاء النطق ومن ثم يطلق بعد انفتاحهم أو بعد انفراج هذه الحركة. فماذا يحدث داخل الفم أو بالتجويف الفمي سبحان الله في فم الإنسان؟ وتكلمنا عن أهمية الأسنان، ولما ذكر الجاحظ في كتاب البيان والتبيين عن دور الأسنان واللسان، لأن الأسنان طبعا ممكن يورينا إياها بالصورة المخرج، الأسنان دائما تكون متلاصقة، لاحظوا لو كان أحد أسنانه فرق مثلا أو متباعدة عن بعض راح يطلع من بينها الهواء ويسوي تشويش، تكون الأصوات عنده distorted. لذلك الطفل لما يروح عيادات علاج النطق ما راح يقبلونه، لأنه والله خل تكتمل أسنانه خل يطلع، خاصة إذا وهو يبدل الس ما تطلع واضحة، ث الث شوية تصير منطوقة على س، ليش؟ لأن في أحرف interdental labiodental اللي هي بي أسنانية أو أسنانية شفتانية، يعني مثل حرف الفاء، الفاء مثلا لازم القواطع الأمامية تطبق على الشفة السفلية مع هروب جزء من الهواء يسبب احتكاك لهذا الصوت. فلاحظوا هني لما يكون في عندنا الرنين وعندنا الفريكشن اللي هو احتكاك أعضاء النطق، وبالتالي تسبب حركة للهواء أو تضيق لمجرى الهواء، مما يؤدي إلى صدور الأصوات بآليات مختلفة. طبعا هناك آليات أخرى اللي هي استخدام جهاز السونار. جهاز السونار ما وضع إنه فقط ولا لتحديد جنس الجنين أو نشوف المولود في بطن أمه أو نشخص أمراض أخرى، تم استخدامه في جامعة بريتش كولومبيا لعلاج اضطرابات النطق، نوري الطفل وين يحط لسانه وشلون حركة لسانه وأسنانه. فبهذه الحالة أيضا لما أنا بقول حرف الس والز في فرق بينهم، هم يطلعون من نفس المكان بنفس الآلية تقريبا، الاحتكاك الهواء أو الرنين، الحركة الهواء، تيار الهواء والموجات تتذبذب وتتردد في داخل التجويف الفمي، ولكن واحد منهم يكون في ز اللي هو حركة الأحبال الصوتية، تهتز الهواء يطلع من الرئة يوصل إلى الحنجرة يسبب اهتزاز أو حركة تضاغط وتخلخل في الأحبال الصوتية، عبارة عن تقارب وتباعد تقارب وتباعد إلى أن يصدر هذا الصوت أو توصل الموجات هذه إلى التجويف الفمي، وبالتالي يقوم الهواء اللسان بحبس حركة الهواء أو تضييق مجرى الهواء، وبالتالي يصدر صوت الز غير عن صوت الس. لذلك نلقى اللسان متقعر بهالطريقة، في حرف السين التقعر يكون أقل، بينما حرف الز لا، التقعر أكبر ولكن مع اهتزاز في الأحبال الصوتية. إذن لما نبي ننظر إلى أي صوت، إلى أي آلية بالنطق، ننظر إلى مكان الحرف، ننظر إلى حالة الأحبال الصوتية، هل هي تهتز أم تتقارب أم تتباعد، وكذلك ننظر إلى مكان
الصوت. إذن الآلية أو كيفية النطق، وضع الأحبال الصوتية أو حالة الحنجرة، ومكان الحرف. إلى هنا أستودعكم الله وألقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. شكرا أعزائي المشاهدين. اقرأ معي القرآن، شنف به الآذان، رتله باطمئنان يا أيها الشادي. أنعم به وحيا، ازدد به وعيا، فهو الضياء الهادي. من نوره تحيا، أنعم به وحيا، ازدد به وعيا، فهو الضياء الهادي.